أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة سينا لهم أعمالهم فهم يعمون أولئك الذين لهم سوء العذاب في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا فآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما عليها تهتز كأنها جان ولم يدبر ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدله ثم بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل لك في جيبي طور بيضاء من خير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوم فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبشرة قالوا هذا سحر مبين وجادوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي رب لنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين ورسل لسليمان جنوده من الجن والإنس وطير فهم يوسعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قال النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده لا يصرون فتبسم الضائكا من قولها وقال ربي عظيمي أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليها وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعتبنه أذابا صديدا أو لأذبنه أو لياتيني بسلطان مبين فمكث خير بعيد فقال أهدت بما لم تهد به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتي من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون لشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدوا عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يعرج الحرم في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تولى فانظر ماذا يرجعون قال يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قال يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاتلا أمرا حتى تشهدوني قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا عستها لها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة بهدية ونازلة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم ساخرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بأرسها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا أعطيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لخزين أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأيه مستقلا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن ذكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرصا ننزل تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاء قيل هكذا عرصك قالت كأنه هو وأوتينا من قبلها وكنا مسلمين وزدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كان من قوم كافرين قيل لها قل الصرع فلما أرادوا حسبته لجة وكثف عن ساقيها قال إنه صرف ممرض من قوارير قال ربي إني ظلمت نفسي وألمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ذمود قوم صالحا لنعبد الله ويثاهم فريقا يتصمون قال يا قوم
لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بكم أمال قال الطائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين.